معلش يا عايدة، حاول تصل فينا مرة ثانية. سمية، يا ألو، سمية، مساء الخير أستاذ إياد. مساء النور والسرور يا سمية، يا مرحبا، تفضلي. كيف حالك؟ الحمد لله بخير من رب العالمين يا سمية، ابشري. الله الله أستاذ إياد، أنا شفت طب حلم عندي كم يومين. للدعوة يا سمية؟ كنت بتدعي لنا ولا شو؟ قلتي اللهم شو؟ بدعي لكم أستاذ إياد، ايوه كلكم دايما تكونوا بصحة وعافية أستاذ إياد. امين، واياكم يا رب العالمين، احنا نحتاج دعواتكم ودعوات المشاهدين. ابشري يا سمية، شو الحلم؟ أنا شفت منام عنده يومين كأنه في مكان شغل، نعم، في مكان شغل عطتني امرأة اسمها هذه المرأة زهرة، زهرة. وأنا زهرة، أعرفها ايوه. وأنا أعرفها عطتني خاتم من الذهب، دبلة اللي تلبسها العروس، ما شاء الله. وبعدين وهي من نوع الأصفر، الذهب الأصفر، نعم ولبستها في أصابعي اليسرى. نعم وبعدها اي اصبع في وبعدها اليد اليسرى؟ جاء، نعم أستاذ إياد، اي اصبع في اليد اليسرى؟ اصبع الخطوبة او اصبع الزواج؟ الأصبع اللي تلبسوا فيه الخاتم العروس اي أستاذ والعروس. إياد. طيب بعدين؟ وبعدها جت أختي الكبيرة، أختي الكبيرة جت منفعلة جدا جدا على المرأة التي أعطتني الخاتم. وبعدها حاولت انه اهديها واقول لها اهدي وحاولي انك تتماسكي في نفسك امام الناس وما توضحي، طيب لانها كانت اختي شوية غايرة من هذه المرأة، طيب وانا اقول في نفسي هذا الانفعال كله لانها اعطتني الخاتم، وحاولت معها اني اهديها لكن دون فائدة. وبعدين وانتهى الحلم أستاذ إياد. علاقتك في زهرة ما هي علاقتك؟ هي حسنة أم سيئة؟ والله عادي أستاذ إياد، هي فعلا تعرفينها معرفة قريبة ولا عادية فقط؟ سلام سلام. هذه المرأة ما زارتي في نفس الحي، هي تسكن في نفس الحي اللي أنا أسكن فيه. بس ما في علاقة مقربة. لا، وفي قرابة نسب أستاذ إياد. وأختك، شو أخبار أختك؟ كيف حالتها النفسية والاجتماعية؟ والله عادي أستاذ، هي متزوجة عادي آنسة؟ عندها عادي، هي في البيت يعني عادي، متزوجة أم آنسة؟ متزوجة وعندها أولاد أستاذ، فهي جدة تقدر تقول. ما شاء الله ما شاء الله. أنت كم عمرك يا زهرة يا أختي سمية؟ عمري 40 سنة أستاذ. وللحين ما تزوجتي؟ لا، متزوجة وعندي ولد وبنت. يعني اللي اعطتك الخاتم اعطتك اياه على زواج؟ خلاص تابعينا، بارك الله فيك، تابعينا من الاول، كان المفروض تخبرين النقطه هاي. طيب بالنسبه لسميه، زهره مناسبه، الخاتم هنا انت اما انه يكون عندك زياده في عدد الابناء والبنات، واما ان تحصلين على سلطان يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضيك كزوجه، يعني شيء يفرحك في يخص زوجك او ابنائك. فالخاتم بما انك انت متزوجه وبما ان عندك ابناء ولست مطلقه وليس بينكم خلافات، هو يدل على خير يأتيك كثير، ولكن يبدو أن أختك تخالفك الرأي في طريقة حصولك على هذا الخير أو طريقة صرفه أو فعله، وهو بالنهاية 90% يدل على مال أو رزق، و10% يدل على زيادة في عدد الخلف هذا، والله العليم الحكيم.